بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 18. غدوك من أهلك تضوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات جاءت بعد قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ذكر في هذه الآيات ما نصر الله به المؤمنين في غزوة بدر وفي غزوة أحد وما بعدهما من الغزوات، فإن الله سبحانه نصر عبده ورسوله والمؤمنين وأذل الكفار والمنافقين. وقوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك، الغدو هو الذهاب في الصباح، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وهذا في غزوة أحد، وذلك أنه لما جرى على المشركين في وقعة بدر ما جرى من الهزيمة وقتل رؤسائهم وسبي ما معهم
من الأموال والسلاح وأسر الرجال منهم. تلاوم المشركون من أهل مكة فيما بينهم، ماذا يفعلون انتقاما من المسلمين بعد هذه الهزيمة التي حلت بهم؟ فاجتمع أمرهم على أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فجمعوا الجيوش من مختلف القبائل وما يتبعها من الأحلاف، وجاءوا بجيش تكون من عدد كثير من المشركين، ونزلوا عند جبل أحد، الجبل المعروف شمال شرق المدينة قريبا منها، وكان ذلك يوم الجمعة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الجمعة، ثم استشارهم ماذا يفعل تجاه هذا الغزو المشرك، فأشار عليه بعضهم، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، أن يبقوا في المدينة ولا يخرجوا إلى الكفار، فإذا دخلوا المدينة دخل المشركون المدينة قاتلهم المسلمون في شوارع المدينة، والنساء من فوق الأسطح، وكان هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة الآخرون من الصحابة الذين لم يحضروا غزوة بدر رأوا رأيا آخر، وهو أن المسلمين يخرجون إليهم. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، ولبس السلاح والدروع، ظهر بين درعين عليه الصلاة والسلام لبسهما، وعزموا على الخروج. فخرجوا يوم السبت، خرجوا في صبيحة يوم السبت، ولهذا قال وإذ غدوت، والغدو هو الذهاب في الصباح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكانوا يبلغون 900 مقاتل، وقيل يبلغون 1000 مقاتل، والمشركون أضعافهم في العدد والعدة. فهذا معنى قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، أي من بيتك، غدوت من بيتك، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل المشركين
نظم أصحابه تنظيما عجيبا ودقيقا أمام المشركين، وكان خلفهم جبل، كان خلفهم جبل والعدو أمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جماعة من مهرة الرماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين حتى يتفرغ المسلمون لقتال عدوهم وتكون ظهورهم محمية لئلا يأتيهم المشركون من الخلف على غفلة. دارت المعركة وصارت الغلبة للمسلمين، وانهزم الكفار، وكانت ظهورهم محمية بالرماة حسب خطة الرسول صلى الله عليه وسلم المحكمة. ثم شرعوا يجمعون الغنائم، فلما رأى الرماة أن المشركين انهزموا وأن المسلمين شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل من الجبل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لا تترك الجبل. وذكرهم بهذا، لكنهم لم يطيعوه، نزلوا. فلما رأى خالد بن الوليد، وكان على الشرك في هذا الوقت، رأى أن الجبل قد تهيأ لهم ونزل منه الرماة، دار بجماعة وكوكبة من الخيل من خلف الجبل، ثم انقضوا على المسلمين من خلفهم. المسلمون لم يشعروا إلا والعدو قد انقض عليهم من خلفهم، فدارت المعركة من جديد، وصار المسلمون بين العدو من الخلف ومن الأمام. فدارت المعركة من جديد، ونزل بالمسلمين مصيبة نتيجة لمعصيتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتركهم الجبل، نتيجة لتخلي الرماة عن الجبل، فأصابتهم مصيبة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فحصلت المصيبة على المسلمين، وقتل منهم 70 شهيدا،
الرسول صلى الله عليه وسلم ناله شيء من المصيبة، فشج صلى الله عليه وسلم في رأسه وغاصت حلقتان من المغفر في رأسه الشريف، فحصلت على المسلمين مصيبة بسبب المعصية التي حصلت من الرماة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنظمهم وتنزلهم منازلهم في الحرب، ومن ذلك جبل الرماة. والله سميع عليم. اسمان من أسمائه سبحانه تضمنان السمع والعلم، فهو سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم وما جرى. ثم قال جل وعلا: إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هذا في الطريق قبل المعركة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانوا نحو من 900، إن خزل عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن سلول بجماعته 300 ورجعوا، ونقص عدد المسلمين، ثم إن طائفتين من المسلمين وهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار أرادوا أن ينصرفوا لما رأوا المنافقين قد انصرفوا، همت هاتان الطائفتان من المسلمين بالانصراف معهم، فعصمهم الله من ذلك وبقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: والله وليهما. هذا فيه مدح لهم، حيث إنهم لم ينصرفوا بل ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما هموا به من الانصراف. إذن فالجماعة الغزو انقسموا إلى 3 أقسام: قسم ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم رجعوا وهم جماعة عبد الله بن أبي بن سلول، وقسم هموا بالرجوع لكنهم تداركوا أمرهم فثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وعلى الله، أي لا على غيره، فليتوكل المؤمنون. معناه أن العبرة ليست بكثرة الجنود، كثرة القوة، وإن كان هذا شيء لا بد منه، لكن لا يعتمد على الجنود وعلى القوة، وإنما اعتمدوا على الله جل وعلا. بعد إعداد القوة وفعل الأسباب يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون يجمعون بين الأمرين، بين إعداد العدة
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترعبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. إعداد العدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التوكل على الله جل وعلا والاعتماد على الله لا على القوة، وإنما القوة سبب فقط، وأما التوفيق فهو من الله جل وعلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال سبحانه إذ تقول للمؤمنين، تقول للمؤمنين علي نعم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ذكرهم الله بالوقعة التي قبلها قبل أحد، وأن الله نصرهم على عدوهم، وقصة غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر. بدر اسم مكان معروف بهذا الاسم للآن، وأصله بئر يردها الناس، يقال إن الذي حفرها يسمى بدرا، سميت باسمه. وذلك أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، ولم يكن معهم شيء، هاجروا إلى الله ورسوله، تركوا أموالهم وبيوتهم وما يملكون، وكان المشركون يتاجرون من جهة الشام في الشتاء، تاجرون إلى جهة اليمن، وفي الصيف تاجرون إلى جهة الشام. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن للتجارة، ورحلة الصيف للتجارة إلى الشام. كان المشركون قد رحلوا إلى الشام وتاجروا وجاءوا بأموال من الشام، بأموال بقافلة من الشام تحمل البضائع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهذه القافلة وأن يأخذ ما معها من الأموال ليتقوى بها المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فخرج ومعه جماعة قليلة من الصحابة يبلغون 310، وليس معهم قوة كافية لأنهم ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا ليتعرضوا لهذه القافلة، ولكن قائد القافلة أبا سفيان بن حرب لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وترصده له في الطريق إن ساحل بالقافلة من طريق الساحل وترك طريق بدر، فنجى بالقافلة، نجى بها
ودخل مكة بالأموال. ولما علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرض لقافلتهم خرجوا ليحموها، خرجوا بجيوش وبسلاح وبعدة وبخيلة يريدون أن يحموا قافلتهم وأن يرهبوا العرب بزعمهم. فلما علموا أن القافلة نجت قال بعضهم نرجع، المقصود حصل. قال البعض الآخر وفيهم أبو جهل ابن هشام لا نرجع حتى نذهب إلى بدر وننزل عليها ونعمل ما نعمل من الطرب ومن الاستعراض حتى يعلم العرب هيبتنا. فأخذوا برأي أبي جهل وذهبوا إلى بدر لا يريدون القتال وإنما يريدون المظهر فقط. نزلوا على بدر وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا نازلون، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أي القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فاجتمعوا من غير ميعاد. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا، هل يقاتلهم أو يرجعون؟ أشاروا عليه بالقتال وأجمعوا على ذلك وقالوا لا نرجع. فعند ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالنصر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما مناسبة ذكر غزوة بدر في داخل غزوة أحد؟ المناسبة والله أعلم أن الله يذكر المسلمين بنصره الذي حصل لهم في بدر، أن الله جل وعلا سينصرهم أيضا في أحد، ففيه تقوية للمسلمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. دارت المعركة في بدر بين المسلمين والكفار ونزلت الملائكة تؤيد المسلمين ونصر الله المسلمين وهزم الكفار، غنموا ما معهم وأسروا منهم 70. فهذا معنى قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أنتم ضعفاء في هذه الوقعة. ما أحد يتوقع أن المسلمين سينتصرون لولا أن الله نصرهم، ولهذا قال ولقد نصركم الله، الله هو الذي نصرهم، وإلا فهم ما معهم استعداد لقتال هؤلاء الكفار الأقوياء بأموالهم وجندهم، لأن عدد الكفار يزيد على 1000 أو يقارب 1000، عدد المسلمين 310. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة،
فاتقوا الله لعلكم تشكرون، تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة التي هي وقعة بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. سماها الله فرقانا لأن الله فرق بها بين الحق والباطل. لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين، تقول أيها الرسول للمؤمنين تخبرهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، والملائكة عباد من عباد الله من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله، لكن فيهم قوة عظيمة أقوى من البشر. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، أن يؤيدكم ربكم بثلاثة آلاف ملك من الملائكة. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من عند الله سبحانه وتعالى. هذا في بدر، هذا في بدر نزلت الملائكة وشاركت المسلمين في القتال على خيل تختلف عن خيول المسلمين، خيل برق بين السماء والأرض، وكانوا يرون الكافر هاربا ثم لا يلبث إلا أن يروا رأسه وقع على الأرض، يرون الكافر هاربا ثم لم يلبثوا إلا أن يروا رأسه واقعا على الأرض. من الذي قتلته؟ الملائكة إمدادا للمسلمين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، هم كم عددهم؟ هم 300، أنزل الله معهم 3000 من الملائكة أو 5000 تأييدا منه سبحانه وتعالى لهم. هذه نعمة عظيمة، لكن نتيجة الإيمان الصبر، فمن استعان بالله وتوكل على الله أعانه الله بما يشاء سبحانه وتعالى. بلى إن الله يمدكم إن تصبروا، بهذا الشرط، بلى إن تصبروا وتتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن النصر من الله لا يكون إلا نتيجة للصبر والتقوى، نتيجة لأمرين: الصبر وعدم اليأس وعدم الانخذال والانهزام، وتقوى الله جل وعلا لأوامره وترك نواهيه. ويأتوكم من فورهم، يأتيكم الكفار من فورهم يعني من جهاتهم، إن جاءوكم من جهاتهم هذه ويأتوكم من فورهم هذا، إذا جاءكم الكفار جاءت الملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم أي الكفار من فورهم أي من جهتهم هذه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين، معلمين بعلامات تميزهم عن غيرهم من البشر. وقد صدق الله وعده وأنزل الملائكة في بدر، وأنزل الملائكة في بدر، ويزين لهم الشيطان وأعمالهم يعني الكفار، وقال بلى غالب لكم اليوم من الناس
وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان فئة المؤمنين وفئة الكفار ورأى الملائكة مع المسلمين هرب. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. ما هو السبب؟ إني أرى ما لا ترون. ماذا يرى؟ يرى الملائكة. ولا يجتمع الشيطان مع الملائكة أبدا. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى، ما جعل الله هذا النصر في بدر إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. طمئن الله المسلمين بهذا النصر للمستقبل، طمئنهم الله للمستقبل. فوقعة بدر صارت تمهيدا للمستقبل ودرسا للمستقبل. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ثم قال وما النصر إلا من عند الله. هذا حصر، النصر إنما يكون من عند الله، لا يكون من عند البشر أو من عند المخلوقين، أو يكون النصر بمجرد السلاح والرجال، لا، النصر من الله سبحانه وتعالى. إذا بذل المسلمون أسباب النصر من الصبر والتقوى نصرهم الله سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم اسمان من أسماء الله يقتضيان العزة وهي القوة، والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. فالله عزيز يعني قوي لا يغالب، حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع النصر في مكانه ويضع الهزيمة في مكانها، حكمته سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى من قتال المسلمين للكفار، الجهاد في سبيل الله، ما هو القصد منه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم، هذا واحد. أو يكبتهم، يسلمون من القتل لكن يهربون ذليلين، يهربون وينهزمون ذليلين، فينقلبوا إلى بلادهم خائبين لم يحصلوا على طائل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شجه المشركون في غزوة أحد وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، جعل يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء، وإن شجوك وأدموك فالأمر لله، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن عذبهم فهم ظالمون، يستحقون العذاب،
وإن تاب عليهم فهذا من فضله وإحسانه، وقد تاب الله عليهم سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما ذكر أنه يتوب عليهم أو أنه يعذبهم فالأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. قال يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالمغفرة بيده والعذاب بيده وهو يفعل ما يشاء، لكنه حكيم يضع الأمور في مواضعها فيرحم من يستحق الرحمة ويعذب من يستحق العذاب. لا يمكن أن يعذب من يستحق الرحمة أو أن يرحم من يستحق العذاب، بل يضع الرحمة في موضعها ويضع العذاب في موضعه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم ذكر اسمين من أسمائه سبحانه فقال والله غفور أي كثير المغفرة، رحيم أي كثير الرحمة، صفتان من صفاته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يرحم من يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، وله الحكم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، هل من نصيحة لمن يجبرون بناتهم على الزواج ممن لا يرغبونه خاصة في المناطق الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الله جعل للأب ولاية على بنته فهو أقرب الأولياء إليها، لكن يجب عليه أن ينظر في مصلحتها وأن لا يزوجها إلا بمن إلا بكفء صالح ترضى به. هذين الشرطين، أن يكون الخاطب كفءا صالحا وأن ترضى به المخطوبة، فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم يجز هذا الزواج. إذا كان المتقدم للخطبة غير صالح لا يجوز أن يزوجها به ولو رضيت به، ولو رضيت ما يجوز. الشرط الثاني إذا كان كفءا صالحا، هذا في الشرط الأول، ورضيت به، إذا لم ترضى به لم يجوز له أن يجبرها عليه، بل لها الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فجعل للبنت الخيار سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا يجوز لأبيها أن يجبرها
على من لا ترضى به. نعم. أيضا نريد من سماحة الشيخ أن يوجه النصيحة لمن يجبرون أزواج بناتهم أو أخواتهم على الطلاق ويحتفلون بهذا الطلاق بعد وقوعه. كذلك لا يجوز أن يكره، لا يجوز أن يجبر الرجل على طلاق زوجته إلا عند القاضي. عند القاضي إذا رأى القاضي إذا كان الزوج متعسفا في حق زوجته وضارا بها فإن القاضي وطلبت الطلاق فإن القاضي يأمره بالطلاق إزالة للضرر عنها، فإن أبى طلق عليه القاضي لأنه ينوب منابه. أما إذا كان الزوج صالحا ومستقيما ولم يظلم المرأة فلا يجوز إجباره على الطلاق، هذا ظلم ولا يجوز. ولو أجبر لم يقع طلاقه لأنه مكره، والمكره لا يقع طلاقه. نعم. يقول: ما حكم من يتقاضى مرتبا بسيطا لا يكفيه؟ هل يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي الذي تعتبر مصادره من أموال الزكاة، زكاة الأغنياء والشركات؟ الضمان الاجتماعي له نظام، الضمان الاجتماعي له نظام، إذا كان ينطبق على الشخص هذا النظام فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا ينطبق عليه النظام فلا يجوز له ذلك. نعم. وما حكم من يتحايل بأوراق ليحصل من مستحقات الضمان الاجتماعي؟ الاحتيال والكذب لا يجوز، لا بد من تطبيق النظام الذي وضعه ولي الأمر للضمان الاجتماعي، وأن يكون هذا بصدق ولا يكون فيه كذب ولا فيه احتيال. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يجوز الاستعانة بالمراصد لرؤية هلال رمضان أو لا بد أن تكون الرؤية بالعين المجردة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز الاستعانة بالمراصد المكبرات للرؤية، ويجوز العمل بالرؤية بالعين المجردة، كلاهما يجوز العمل به لأن كله رؤية، كله رؤية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء كانت رؤيته بالعين المجردة أو كانت بواسطة المراصد لا بأس بذلك، كله يصدق عليه الحديث. نعم. فاتتني ركعة من صلاة الكسوف فكيف أصنع؟ تأتي بركعة بدالة على صفتها، تأتي بركعة بعد سلام الإمام على صفتها ذات ركوعين، تقوم وتقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ثم تقوم وتقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ركوعا ثانيا ثم تسجد سجدتين ثم تأتي بالتشهد الكامل الأخير وتسلم. نعم. تقول: جئت للعمرة وأديتها وعلي ديون لم أسدد هذه الديون، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكنك تأثم إذا كنت أخذت المبلغ الذي عندك واعتمرت به وعليك ديون حالة والمبلغ قليل لا يكفي للعمرة وللديون، الواجب أن تقدم الديون، الواجب أن تقدم الديون على العمرة، لكن ما دمت قد أخطأت واعتمرت عمرتك صحيحة وتؤدي الديون إن شاء الله بعد ذلك. نعم. يقول: وقع لي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص خطأ وأنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين حتى في رمضان لا أستطيع الصيام وأصوم أوقاتا وأفطر أوقاتا، فما هي الكفارة عن هذا الذنب قتل الخطأ؟
ليس هناك إلا الصيام بعد العتق، إذا كان هناك عتق تعتق رقبة هذا يقدم، إذا لم يكن هناك عتق فلا بد من صيام شهرين متتابعين، وإذا لم تقدر في الوقت الحاضر تبقى الكفارة في ذمتك، فإذا استطعت في المستقبل أن تصوم فإنك تصوم، ولو تأخر الصيام يبقى في ذمتك حتى تؤديه في وقت مناسب. نعم. ما علاج الوساوس خاصة فيما يتعلق بأمور العبادة والصلاة؟ استعاذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتستعيذ بالله من وساوس الشيطان ونزغاته ووسوسته، والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به. ثانيا لا تلتفت إلى الوساوس ولا تتكلم بها، ارفضها واتركها ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول رجل يعمل في بلد غير إسلامية ومتزوج، يبعث المال للأضحية إلى ولده في بلاده أو إلى والده في بلاده ويذبح باسمه، فهل في ذلك شيء؟ وهل هذه الأضحية صحيحة؟ نعم، هذه الأضحية صحيحة وعبادة، إذا كان يرسل لوالده ثمن الأضحية والوالد ينفل بالوكالة عن الولد هذا شيء طيب، إحياء لسنة شعيرة وتدخلها الوكالة، يجوز لك أن توكل من يضحي عنك في بلدك وفي بيتك سواء والدك أو غير والد. نعم. يقول أعاني من مس من الجان، وجاءني في الصلاة حتى أحسست أني ميت، فقلت إن لم أمت سأصلي، أو يقصد كتب سأصلي ولكن قد يكون سأصوم كل يوم اثنين وخميس، فوجدت أن الأمر صعب، هل علي إكمال هذا النذر أم أتصدق؟ هذا نذر طاعة معلق على الشفاء، وقد شفاك الله، قد شفاك الله ولم تمت على ما ذكرت، يجب عليك تنفيذ هذا النذر، تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وأنت نذرت طاعة أي الصيام. وقد وجد الشرط والشفاء يجب عليك الصيام. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتحصيل العلم، وكيف نفهم ونستفيد من كتب العلم؟ الكتب وحدها لا تكفي، لابد من العلماء، لابد من الاتصال بالعلماء والجلوس في حلق الذكر والاستماع إلى شرحهم وإلى توضيحهم، لابد من هذا الأمر، مجرد الكتب بدون معلم هذا لا يفيد شيئا بل ربما يضر. نعم. يقول: جئنا للعمرة وبقينا لطلب العلم، وفي جواز السفر مكتوب غير مسموح لنا بالعمل في البلاد، لكن نحن نعمل أحيانا لأجل المصاريف، مصاريف الطعام وإيجار المنزل، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنكم عرضتم أنفسكم للمسؤولية، عرضتم أنفسكم للمسؤولية، فإن سلمتم الحمد لله، وإن لم تسلموا فيجب تطبيق النظام عليكم. نعم. يقول: من دخل المسجد وقد انقضت الصلاة فهل يأتم بأحد المسبوقين؟ لا، ينتظر آخر فاتته الصلاة، ينتظر حتى يأتي آخر وآخر ويصلون جماعة ثانية. نعم. يقول: هل من نصيحة حول استقبال شهر رمضان، وما هو الواجب علينا
تجاه رمضان وهو قادم؟ النصيحة أن تسأل الله جل وعلا أن يبلغك رمضان، ثم تسأل الله أن يعينك على اغتنامه، ثم تسأل الله أن يتقبله منك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن تتوب إلى الله وتستقبل الشهر بالتوبة من الذنوب، التوبة الصحيحة، من أجل أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت تائب من الذنوب، تستقبله بتوبة صحيحة وفرح به وسرور بقدومه، تفرح به وتسر بقدومه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وتحمد الله عز وجل على أن بلغك هذا الشهر، وتسأله أن يعينك على اغتنامه والعمل بطاعته في هذا الشهر وفي غيره. نعم. وهل من نصيحة للذين لا يصلون التراويح مع إمام الحرم حيث يقتفون بأحد عشر ركعة؟ حرموا أنفسهم من الأجر. الواجب أن المسلم يصلي مع المسلمين، ما دام المسلمون يصلون فلا ينفرد عنهم ويحرم نفسه من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كنت تريد أن يكتب لك قيام ليلة كاملة فإنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وإن صرفت قبله فقد حرمت نفسك من هذا الثواب العظيم. نعم. يقول: هل كلما يمرض الإنسان يعني أنه قد فعل ذنبا؟ قد يكون أنه فعل ذنبا أو أنه الله جل وعلا أراد أن يرفع من درجاته بهذا الذي أصابه، فهو بين أمرين: إما أن يكون قد فعل ذنوبا والله يريد أن يكفر عنه بما أصابه يكون هذا مكفر، وإما أن لا يكون عليه ذنوب وهذا الظاهر أنه نادر أو متعذر لا يكون عليه ذنوب فيبتليه الله لأجل أن يرفع درجاته في الجنات. نعم. يقول: لدي أبناء وبنات، متى ألزمهم بالصوم في رمضان؟ الإلزام يبدأ من البلوغ، لكن الأمر بالصيام يبدأ مبكرا من التمييز. إذا كانوا مميزين تأمرهم بالصيام ليعتادوه وليكتب لهم الأجر وهو لهم نافلة، كما أنك تأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين تأمرهم أيضا بالصيام إن أطاقوه، ويكون هذا نافلة لهم ولك أجر. أما الإلزام فعند البلوغ. نعم. يقول: هل يجوز عرض أفلام في الكمبيوتر عن موسم الحج الماضي في بيتي لأهلي وأولادي؟ ما أعرف أنا الكمبيوتر ولا أدري، ربما أنك إذا استعملته للحج تستعمله لغيره من الأمور الضارة، فلا أنا لا أشير عليك باستعمال الكمبيوتر بين أولادك وعائلتك لأنه يجر إلى شر. نعم. تقول: ما حكم من يقرأ القرآن ويحفظه بدون أحكام التجويد، هل يأثم؟ لا يأثم. المطلوب في حفظ القرآن تجويده من اللحن المخل بالإعراب، بالإعراب النحوي، حيث لا يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المنصوب، هذا لحن لا يجوز، وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يتعلم حتى يسلم منه. أما أحكام التجويد هذه مستحبة ومكملات، إذا حصلت فهي زيادة خير، وإذا لم تحصل
وكان يجيد القراءة ولا يلحن فيها هذا يكفي. نعم. ويقول: ما حكم الصلاة خلف من يلحن في القراءة حتى الفاتحة؟ إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تجوز الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فهذا تكره الصلاة خلفه ولكنها تصح. نعم. يقول: إذا سألت عالمين نفس السؤال وكان الجواب مختلفا فبأيهما أعمل؟ أولا لا تسأل أكثر من واحد، تخير واحد ممن تثق بعلمه ودينه واسأل ويكفيك هذا، لا تسأل ثاني ثم تتحير بعد ذلك. ثانيا إذا قدر أنك سألت اثنين واختلف في الجواب فإنك تنظر أيهما أعلم وأتقى لله وتأخذ لفتوى. نعم. يقول: عندي أخ يعيش في بريطانيا لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله وهو يريد زيارتي في مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة وكيف أتعامل معه؟ إذا كان كافرا لا يجوز له أن يدخل مكة، لا يجوز له أن يدخل مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز للكافر أن يدخل الحرم، هو بالمسجد فقط، ما يدخل الحرم كله، أميال من أميال الحرم، أعلام الحرم، لا يجوز له أن يدخله. نعم. يقول: عندما أرى حليق اللحية أو مسبل الإزار أو شريب الدخان وهم كثيرون أراهم في مكة وحول الحرم وغير ذلك، فهل علي إثم إذا لم أنصحهم؟ الذي تقدر على نوع نصح تنصحه، والذي لا تقدر لا يؤاخذك الله على ما شيء لا تستطيعه، لكن من تقدر يقبل منك النصيحة تنصحه. نعم. يقول: والدي يتاجر في القات، هل يجوز لي الأكل في بيت والدي أثناء زيارتي له؟ لا، إذا كنت تعلم يقينا أن هذا الطعام من ثمن القات أو الدخان فلا يجوز لك الأكل منه لأنه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث. أما إذا لم تعلم عنده طعام حلال وطعام حرام ولا تعلم من أيه فالأصل الحل، تأكل بنية أنه من الحلال. نعم. يقول: في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغا من المال، لكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذه هذا الشخص أو من ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف لمدة 5 سنوات وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه، فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ تعيد السؤال الله عزيز. يقول: سماحة الشيخ، في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف والشركات لمدة 5 سنوات وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه له، فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ إذا كنت تعلم أن هذه الأرباح من الربا فلا يجوز لك تأخذها، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إذا كنت تعلم أن هذه المبالغ من الربا فلا يجوز لك أخذها. نعم. يقول: إذا كان في بلدنا أو قريتنا لا يوجد قضاء نتحاكم إليهم ولدينا بعض العادات، وهي أن أكثر من في المجتمع عندهم القبلية وحمية الجاهلية الزائدة حمية وحمية الجاهلية الزائدة لمن
لما يوقع أو لما يقع بينهم من الأخطاء، فبماذا تنصحونهم؟ وما حكم من يسكت عن الخطأ إذا كان صادر من أحد أبناء قبيلته؟ لابد من المناصحة. إذا عرفت الخطأ فلا بد أن تناصح، تبين الصواب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فأنت أبرأت ذمتك ونصحت وبينت والحمد لله. نعم.